واش هاد الناس حاقرين ما بغوش يديروا لنا الواد ولا شنو؟ خاصه 54 متر ويتلاقى مع الام. كون دارونا غير في شي جزيره وما داروناش هنا في هاد الحاله، على الاقل تشم غير الهواء نقيه. عطانا وعود كاذبه، ما عندناش الحق في العيش كريم. للريحه ديالو والله ما تقدر تنظر ليها مع الصباح. ماشي حنا لوصيبي، هو لوصيبي ديال اسفي، خاص يتصلح به اسفي، ماشي الفلوس ديال لوصيبي تمشي لمراكش. ديك الدار عندي انا راه مشات صافي مشات. وانا مرا ما عنديش، انا ما عنديش باش نعوض هذاك الفاينس اللي مشى ليا، وما عنديش باش نعوض شي حاجه. جالسه مرا كبرت، راني عندي 66 عام ولا 67 عام. واش هاد الناس حاقرين ما بغوش يديروا لنا الواد ولا شنو؟ واش هاد القريه راه قديمه، راه 60 عام، و60 عام راه عمر، والدراري الصغار كيعيشوا في الودان يلعبوا فيهم هكا وما يلعبوا في خمسة طواليطات. الله يرحم الوالدين، هاد الناس اللي كانوا كيسمعونا ويشوفونا وقراو لينا الحر، حنا بشر، حنا بشر، خاصنا حنا نعيشوا داكشي اللي بقى في عمرنا، نعيشوا في بلاصه زوينه ونكونوا جرادي فين يلعبوا وليداتنا. نادوا المسؤولين باش يتفكرونا ويديروا بحسابنا، حتى حنا راه مواطنين وكنسكنوا في هذا الحي، واخا شرينا غير مؤخرا، ولكن حتى حنا راه جينا وتكرفصنا هنايا. من لقينا وليداتنا كنخرجوا وكيتخنقوا وكندوهم في 12 الليل في وحده الليل ايرجونس بسبب اختناق ديال هذا الواد الحار. للريحه ديالو والله ما تقدر تنظر ليها مع الصباح، من تفيق مع 7 الصباح وتشوف هاد الرائحه اللي كتخرج، راه ما كنظنش كاينه في شي حي اخر من غير هاد الحي ديالنا هنايا. ولا لاحظتي الا طلعتي غير الفوق هنايا كتلقى واحد 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 تقريبا واحد 100 متر، ما كاينش 100 متر، 100 متر حابسين لك الواد الحار. علاش هاد 100 متر غلبتهم؟ وكاينه لوطيس ما غا هنا مدخل ليها الواد الحار. وعلاش هاد الناس اللي صحابنا عام تقريبا كاين واحد 20 عام، 20 عام و30 عام، وهاد الناس ساكنين هنا وكيجروا وكيمشوا عند العماله وكيناجدوا المسؤولين وكيجوا عندنا المنتخبين هنا. انا حضرت المنتخبين كيجوا عندنا هنا وقال الهضره اللي عطاونا الوعود اللي عطاونا حتى حاجه ما شفناها منهم. حنا هاد العام ما غاديش نريحوا، حنا راه امه ديال البشر غادي تهود العماله، غادي يمشي تقلب على راسها، كلشي تضروا. واش الانسان غيولي غادي بولده ولا بنته ناعس في السبيطار؟ علاش على قبل الواد الحار حنا كنخلصوه؟ كتجيب طونوبيل كاميو صغير ولا كتجيب طونوبيل صغيره ما كيهودوش، راه حشومه راه عيب. حنا خاصهم يديروا معنا حل. الا كان ممكن اسي سامر نوريك فين واد الحار فين حابسينه، خاصه 54 متر ويتلاقى مع الام ويقادوا الامور. لوصيبي هو لوصيبي ديال اسفي، خاص يتصلح به اسفي، ماشي الفلوس ديال لوصيبي تمشي لمراكش، يديروا اتفاقيه مع مراكش. حنا ولي الفلوس هزوها من هنا هدو لمراكش، ولا حنا اسفي شغنديروا به؟ حنا اسفي لما عاد فلوس وتخسر علينا هنايا، خاصها تخسر علينا هنا، حنا الاولى ولا لا؟ هادشي اللي كنعرفوا حنايا، ما كيفي حتى واحد، داير مصالح ديالو، داير عيادات ديال لوصيبي دايرهم بوحدهم، داير لهم فضاء فين كيلعبوا وليداتهم بوحدهم. الا بغيتي تمشي حتى مواطن عادي تدخل ولدك تما ما تدخلوش، خاصك تخلص 200 درهم. علاش هاد لوصيبي حنا كيضرنا حنا والنهار في الليل بعد 12 الليل، واحد اللي كيطلق لك خنز، كاين عندنا عائلات فيهم مرض ضيقه، كيزون بنادم خاص يديه السبيطار، دير ليه الاكسجين، والاكسجين كاع ما كاين. ها سراق الزيت، الناس حنا دابا حنا حتى الناس العائله ما تلاوش بغا يجيو عندنا. غير كان مليوحين، كون دارونا غير في شي جزيره وما داروناش هنا في هذه الحاله، على الاقل تشم غير الهواء نقيه. حنا تمرتنا بزاف وشكينا وبكينا وما خلينا ما درنا. واللي جاي ينتخب كنتخبوا عليه كيمشي غندير لكم غنفعل لكم، ما بقيتيش تشوفوا نهائي. راه تمرتنا والناس عمات من عينيها، والناس ولينا حنا ما بقيناش حنا هما هادوك، ولينا وحشيين بهذا الشيء اللي كيدخل لينا، يعني صابرين ليه. الصبح خاصك حاشاك تخرج تكرط الواد على الصبيح، باقي ما فاطرش. علاش شكون اللي غادي يبغي هاد الحاله؟ شكون اللي غادي يقبلها؟ وشكون اللي غادي يتحملها لوليداتو؟ هاد المسؤولين واش كيتحملوها لوليداتهم؟ يبغوها هما لوليداتهم؟ وراه بحال حنا بحالهم همايا. ما انتوما وليداتكم ما بغيتهمش يضروا، حنا راه وليداتنا في عينينا. حنا كبرنا فيه وشرفنا فيه ومراضنا به. ودابا ولينا كنفكروا لهاد الوليدات الصغار اللي هما طالعين، فين هاد الشباب كي غادي يطلع طالع محشوش؟
من نهار عقلنا وحنا عايشين فيه 40 سنه دابا في عمرنا وحنا عايشين. طفولتنا دازت بحال وعود كاذبه. دابا تنشوفوا هاد المسؤولين باللي ما موفرينش لينا حتى هاد ابسط الحوايج، النظافه ما موفراش. شو حنا كيعيشين الويدان ديك النهار حنا البركه ساعود ميت سيمانه تما هو عاطينا الخنز، ما جاش شي مسؤول داه ولا حيدوه ولا حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس اخويا. الله العظيم لقهرونا بزاف، وليداتنا مرضوا، والدينا عينيهم ومن نهار عقلنا عليه تا هو مسكين توفى وهو تيهضر تا هما على الواد الحار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.